وسائل إعلام حزب الله نقلت عن مصادر أمنية لبنانية أن العبوة التي استهدفت سيارة رباعية الدفع على طريق عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان كانت عبارة عن قذيفة هاون موقوتة وأدت إلى إصابة شخصين فقط بجروح متوسطة. لكن ما لم تقله وسائل إعلام الحزب عن الهجوم الذي وقع على طريق مؤدية إلى نقطة المصنع الحدودية مع سوريا فصله شاهد عيان. سيارتي عطلانة مسروح هون من الساعة 11 واقف أنا هون مضروب معي الدبرياج تبع السيارة ما فيها دبرياج وواقف ناطر الميكانيكي ليجي على أساس بعد العصر جاي لعندي. ما شفت إلا الانفجار طلع أنا بعيد عنه شيء تقريبا شيء 200-300 متر. وقفت سيارة بعد الانفجار على اليمين هي مثل الجيب. نزلوا منها 3-4 ما بعرف وبلشوا إطلاق نار. مصادر أمنية لبنانية قالت لوكالة رويترز إن الموكب المستهدف كان يضم أعضاء في الحزب الشيعي اللبناني وأدى الهجوم إلى مقتل مسؤول فيه وجرح اثنين وفق هذه المصادر. يأتي الهجوم بعد أسبوع على تفجير دام استهدف ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله وأدى إلى جرح عشرات المدنيين. وهذا الاستهداف وفق وسائل إعلام حزب الله هو الثاني خلال شهر والرابع من نوعه في البقاع. ومنذ إعلان حزب الله انخراطه في القتال الدائري في سوريا إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد تصاعد التوتر الأمني في لبنان وسجل إطلاق صواريخ واعتداءات مسلحة طاولت مناطق تعتبر خاضعة لنفوذ الحزب. وائل الحجار، بي بي سي.